أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تحت الأضواء. منذ إبريل الماضي قامت عدة منظمات مالية دولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي وسيتي بانك وجي بي مورغان برفع توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الصيني خلال هذا العام، معربة عن تفاؤلها بمستقبل آلات أدائه. واستطاعت الصين أن تحافظ على وتيرة نمو متوسطة إلى عالية السرعة، وستنجح قريبا في بناء مجتمع رغيد الحياة بشكل شامل بصفتها أكبر دولة نامية في العالم. فما هي الأسباب وراء هذا الإنجاز الاقتصادي الكبير، وما أفاق نمو الاقتصاد الصيني؟ مشاهدينا، يسعدنا نستضيف اليوم السيد هشام أبو بكر، باحث مصري مقيم في الصين. أهلا وسهلا بكم. أهلا. وأيضا سيدة هم خبير في الشؤون الدولية، مرحبا بك. أهلا بك. لو بدأنا مع أستاذ تم. أستاذ، من المعروف أن الاستهلاك والاستثمار والتصدير يعد الركائز الثلاث لنمو الاقتصاد الصيني، نمو الاقتصاد، ويمكن القول أن الاقتصاد الصيني حقق بداية ناجحة في الأشهر الأربعة الماضية. فما تقييمكم لدور يعني الاستهلاك فيه؟ طيب، مثل ما قلت أن الاستهلاك والاستثمار والتصدير تعتبروا ثلاثة أرباع الحصان التي تقود تقدم في التنمية الاقتصادية. ففي أول ربع من هذه السنة أعتقد أن الاستهلاك لعب دورا أساسيا في دفع تقدم التنمية الاقتصادية. فيمكن أن نعرف أن يعني حجم المبيعات الإجمالية بالتجزئة للاستهلاك الاجتماعي في هذه الفترة قد وصل إلى 9.78 من التريليونات يوان. هذا فعلا، وتم زيادة بنسبة 8.3%. وفي الحقيقة قد أصبح الاستهلاك قوة دافعة رئيسية لدفع تحقيق التقدم لزيادة الناتج الإجمالي المحلي في ربع الأول من هذه السنة. وفي هذه الفترة أن السوق الاستهلاكية في بلادنا أظهرت عدة الخصائص. الخاصية الأولى هي أن حجم المبيعات الإجمالية بالتجزئة للبضائع من خلال شبكة الإنترنت ازداد بشكل ملحوظ. إذن التطوير في سوق العقارات يتزامن مع حجم المبيعات لهذه السوق، وهذا يعني على هذا الأساس فقد ارتفع حجم المبيعات للبضائع، مثلا الأدوات المنزلية الكهربائية والأثاث ومواد البناء. وفي نفس الوقت أن يعني قد ارتفع سعر الاستهلاك بشكل لطيف، حيث تم ارتفاع في سعر الاستهلاك بالنسبة 1.8%، ويخفض سرعة ارتفاع لهذا السعر بنسبة 0.3%. وكل هذه البيانات تبين أن الاقتصاد الوطني يمشي قدما، وإن شاء الله يعني تحسنت تنبؤات وتوقعات لسوق الاستهلاكية، وإن شاء الله يمكن أن تحافظ على وضعها في التطور المستقر، وإن شاء الله يمكن أن يعود يرتفع على أساس استقراري هذه السوق. هذا يدل على أن الاستهلاك يعني يتطور تطورا مناسبا في السوق الاستهلاكية الداخلية، بدلا من أن يشتروا البضائع الأجنبية عندما يسافرون إلى خارج البلاد، وهذا شيء جميل جدا. أستاذ هشام، قالت السلطات الصينية إن الاقتصاد الصيني حقق بداية ناجحة تتسم بنمو مستقر. فما تقييمكم لوضع الاقتصاد الصيني وبيئته الخارجية في الأشهر الأربعة الأولى لعام 2019؟ نعم، في الحقيقة الاقتصاد الصيني نما بمعدل أعلى من المتوقع، حيث حقق 6.4
وكان من المتوقع أن يحقق 6.3. وفي الحقيقة بعد فترة من النمو العالي، وكان في بعض الأحيان رقمين للنمو، حقق الاقتصاد الصيني العام السابق أقل نمو معدل منذ 30 عاما. ولهذا جاءت التوقعات لهذا العام بالانخفاض من النمو، حيث حقق العام السابق 6.6، وكانت التوقعات هذا العام من بين 6 و6.5. ولكن جاءت التوقعات في الأول الفترة الأولى من هذا العام مبشرة وجيدة وفاقت التوقعات العالمية. ويمكننا القول أن التوقعات الاقتصاد الصيني بدلا أن تكون سالبية للأسفل، نعم، الآن تمر بمرحلة الاستقرار لمرحلة صعود جديد، وهذا هو الاتجاه الذي تحاول الحكومة الصينية الدفع إلى اتجاه الاستقرار ثم عودة الصعود من جديد بقوة. لا لا، الحكومة الصينية تقول إن رغم انخفاض معدل النمو للاقتصاد الصيني، ولكن الاقتصاد الصيني ينمو بجودة أعلى. نعم نعم، معدل الجودة النمو اختلفت من عن السابق، فنظر الحكومة الصينية الآن إلى المنتجات التكنولوجية العالية وإلى المجالات الصناعات الجديدة، بغض النظر عن السابق حيث كانت الصناعات الملوثة للبيئة والصناعات المعتمدة على المواد الخام. هذه الصناعات الملوثة للبيئة الصين الآن تتجه إلى التخلص منها والاتجاه إلى عالي النمو العالي الجودة. ولكن الصين أيضا استطاعت أن تعدل من سياستها المالية وتعدل من وتتجه إلى سياسات، منها أنها قامت بتخفيض الضرائب وقامت بتعديل قانون الاستثمار الجديد وعمل وشجعت على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القروض وسهلت تيسير القروض. هذه الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الصين في الفترة السابقة هي التي ساهمت في تحقيق هذا النمو. وللدلالة على ذلك فقد قامت الصين بضخ 1.2 تريليون يوان قروض، وقامت أيضا بإقراض 100 بليون دولار للحكومات المحلية، حيث أن الحكومات المحلية العام السابق اقترضت فقط 11 مليون دولار، فالعام هذا العام 100 مليون، وهذا قفزة رائعة كبيرة بالنسبة للإقراض للحكومات المحلية. وهذا كله لدفع عجلة الاقتصاد والنمو وتحقيق ما نحن نشهده الآن. فالصين تدرك جيدا أنه لا يمكن الرجوع للخلف، وأنه عليها أن تتبع سياسات متقدمة وجريئة، وأنها تراقب بقوة ما يحدث. أما بالنسبة للتطورات العالمية فنحن نعلم جميعا أن العالم الاقتصاد العالمي يمر بحركة تباطؤ، والدول المتقدمة جميعا تعاني من انكماش أو نمو بسيط وفي حالة عدم وضوح للرؤية. فالرؤية في الاقتصاد العالمي الآن غير واضحة نظرا للنزاعات والاتجاهات العالمية الغير واضحة في النمو. فبرغم هذه التحديات العالمية استطاعت الصين أن تحافظ على نموها وتحقق معدلات مثل العام السابق، ولأن 6.4 هي نفس المعدل النمو من العام السابق، وهذا جيد جدا نظرا للتوقعات السلبية التي كانت في بداية الفترة هذا العام. وكان النمو في هذه الفترة مدعوما بزيادة الانتاج الصناعي، وهذا جيد جدا لأن الانتاج الصناعي يتعلق بالعمالة والعمالة تتعلق بدخول الأفراد. وأريد أن أشير هنا على زيادة الاستهلاك أيضا زهمت في النمو، وهذا أيضا ناتج لسيادة الصين التي تهدف إلى القضاء على الفقر. فقد استطاعت السياسة الصينية زيادة الطبقة المتوسطة في الصين بزيادة كبيرة، وهذه الطبقة المتوسطة معظمها كان في الطبقة الفقيرة في السابق، فهذه الطبقة الآن هي التي تقود عجلة الاستهلاك، الطبقة المتوسطة الجديدة. الصين لديها أكبر طبقة متوسطة، نعم، في العالم وهذه الطبقة المتوسطة هي قوة الدافعة للاقتصاد الصيني الحالي، حيث أن النمو الصيني يعتمد على الاستهلاك في مقدار 76% فقط،
وهذا مقدار كبير جدا على الطبقة المتوسطة تقود هذه المرحلة، وهذا ناتج للسياسة التي اتبعتها الصين في تحقيق الدخول المتوازنة لهذه الطبقة التي استطاعت أن تخرج من خط الفقر إلى خط الطبقة المتوسطة وتستمتع بالنمو. شكرا. أشكرك أستاذ تم. في مجال الاستثمار قد ضخت الصين كمية كبيرة من الأموال في السكك الحديدية وأيضا في طرق العامة وغيرها من البنية التحتية، وأيضا كما قال أستاذ هشام الصين يعني طبقت سياسة تخفيض الضرائب والرسوم لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإلى أي مدى سوف تسهم هذه الجهود في تطوير الاقتصاد الصيني؟ أنا أعتقد أن هذه فعلا سياسة حكيمة اتخذها حكومة الصينية في المرحلة السابقة وفي المرحلة القادمة، ذلك لأننا نعرف أن يعني أن زيادة يعني زيادة للاستثمارات للبنية التحتية للمواصلات فعلا زيادة بشكل رهيب، يعني طبعا يعني كل المقاطعات والمدن الكبيرة في بلادنا ستبني دفعة من المشاريع المهمة، وتتركز هذه المشاريع في مقاطعة الشانسي وغيرها من 9 مقاطعات والمدن الكبيرة، حيث تجاوز حجم الاستثمار للبنية التحتية لكل مقاطعة من هذه المقاطعات عن 100 مليار يوان، وحجم الإجمالي للاستثمار للبنية التحتية في هذه السنة سيصل إلى أكثر من 3500 مليار يوان، وطبعا هذا يعني هي سياسة حكيمة يعني يمكن أن تنفع في مجرى بناء المستقبل. والطرف الثاني كما تفضلت يعني هو تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والصغيرة، وإذا فعلا نحن دائما نقول أننا نواجه ضغط الانخفاض الاقتصادي في المرحلة القادمة، إذا في هذه المرحلة يعني في موضوع اختيار لزيادة الضرائب أو لتعزيز حيوية التنمية للمؤسسات الاقتصادية، فإن الحكومة اختارت السياسات الحكيمة ألا وهي تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المؤسسات الاقتصادية، وتبذل الجهود لحفظ حيوية لتنمية المؤسسات الاقتصادية. فنحن نعرف أن يعني في الربع الأول قد تم تخفيض ضرائب ورسوم المفروضة على المؤسسات الاقتصادية بحجم يقدر ب 341 مليار و100 مليون يوان، وإذا بسبب اتخاذ هاتين السياستين يعني أولا زيادة استثمار للبنية التحتية والثانيا تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن يشكلان المصادر الجديدة لزيادة الاقتصاد الوطني لزيادة أو دفع التقدم لتنمية الاقتصادية في البلاد. إذا وفي نفس الوقت يعني في السنة الماضية قد تم تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المؤسسات الاقتصادية ب 1.5 تريليون يوان، وفي المؤتمر الوطني لمجلس النواب الشعب لهذه السنة قد أعلن الرئيس مجلس الدولة لي كيتشانغ بأن الصين ستخفض الضرائب باستمرار حتى يصل هذا الحجم للتخفيض إلى تريليون يوان. إذا وطبعا لا شك أن كل هذه الإجراءات المهمة يمكن أن تدفع التقدم في بناء الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة. نعم أستاذ تم، الآن لنسرح قليلا ثم نواصل الحديث بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج تحت الأضواء التي تناقش أداء الاقتصاد الصيني وآفاق نموه لعام 2019. أستاذ هشام، في الربع الأول لهذا العام قد بلغ حجم الصادرات الصينية 5 تريليونات يوان، يعني بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي. يعني الآن يعني نحن في عالم يعود فيه يعني تيار الحمائية التجارية، ففي هذه الحالة هل سوف ستواجه الصادرات الصينية مزيد من الصعوبات في المستقبل؟ في الحقيقة في البداية أحب أن ألقي نظرة على الأرقام للصادرات الصينية حتى نفهم ماذا حدث في الفترة السابقة، حيث في الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2019 صدرت الصين بمقدار 1027 بليون دولار، حيث مثلت الصادرات 551 بليون دولار، ووصلت الواردات إلى 475 بليون دولار. وكانت حجم التجارة الصينية حقق فائض بمقدار 76 بليون دولار، حيث حققت الصين فائض ما بين الصادرات والواردات. وكانت الصادرات الصينية متركزة في الإلكتروميكانيكال اللي هي المنتجات مثل أجهزة الكمبيوتر والأوتومبيل، وهذه تمثل 58% من صادرات الصين متركزة في هذه القطاع. وقطاع الثاني هو قطاع كثيف العمالة مثل الملابس واللعب الأطفال، وهذا يمثل 18% من حجم الصادرات الصينية. وكان الصين أيضا خفضت من وارداتها من الفحم ومن الحديد على حساب البترول والغاز، حيث زاد استيراد البترول بنسبة 8% والغاز بنسبة 18%، وهذا الاتجاه الحديث الاعتماد على الغاز أكثر من الاعتماد على الفحم حيث لتقليل التلوث. بالنسبة للشركاء التجاريين مع الصين، نجد أن الاتحاد الأوروبي زاد التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 11%، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 15.8% من حجم التجارة الصينية. ويأتي الدول الأسيان حيث زاد التجارة أيضا مع دول الأسيان بنسبة 8% وتمثل نسبة 13% من حجم التجارة الصينية. ثم يأتي الولايات المتحدة حيث انخفض التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 11%، وهي تمثل 11.6% من حجم التجارة الصينية. واليابان زاد أيضا التجارة بنسبة 3%. فإذا نظرنا نظرة عامة نجد أن معظم الدول التكتلات والدول العالم زادت تجارتها مع الصين فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا للحرب التجارية التي بدأت الولايات المتحدة منذ العام السابق في انتهاجها والتي أثرت على التبادل التجاري ما بين الصين والأمريكا. فنجد أن انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.8%، وهذه نسبة ضعيفة ليست كبيرة، وكنا متوقع أن يحدث انخفاض أكبر من هذا، لكن السوق الأمريكي لا يستطيع أن يستغني عن البضاعة الصينية. في حين انخفضت الواردات الصينية من السوق الأمريكي بنسبة 26%، لأن البضائع الأمريكية يستطيع السوق الصيني الاستغناء عنها وإيجاد أسواق بديلة لاستيرادها، حيث المنتجات الصويا ومنتجات الزراعية الأخرى كمنتجات اللحوم الخنزير. فهذه المنتجات كلها تستطيع الصين أن تصعيد على أسواق أخرى من استيرادها. وكما ذكرنا فإن الاقتصاد الصيني لا يعتمد على التصدير، فالحرب التجارية مع الولايات المتحدة معدل النمو الصيني لم يتأثر كثيرا، حيث تمثل الصادرات الصينية نسبة 2% من حجم الصادرات الصينية. 2% فقط من معدل النمو يتأثر، معدل النمو الصيني يتأثر بالصادرات. و2% يعني الصادرات الصينية سوف تزداد في المستقبل؟ الصادرات الصينية في زيادة مستمرة، خصوصا مع التكتلات الكبيرة زي مثل الاتحاد الأوروبي والأسيان. هذه الدول مستقرة في التعاملات التجارية مع الصين، ولا توجد مشاكل أو نزاعات مع الصين نهائيا، وهذا أمر مبشر. وبالنسبة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فإن التأثير حتى الآن
كله ليس لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وكل ما يقال عن هذه الحرب التجارية هو مجرد دعاية يدفع ثمنها المستهلك الأمريكي من ميزانيته السنوية. فقد أشارت الدراسات أن إذا فرضت الولايات المتحدة ضرائب على أو رسوم على البضاعة الصينية بمقدار 350 مليار دولار سوف تدفع كل أسرة ما لا يقل عن 2000 دولار سنويا، وهذا مبلغ كبير بالنسبة للأسرة. فالذي يعاني من هذه السياسة هو المستهلك الأمريكي، والاقتصاد الصيني اقتصاد قوي، والبضائع التي ينتجها لديها طلب حقيقي وليس طلب غير حقيقي. فنظرا الضحية الشعب الأمريكي، نعم الضحية الشعب الأمريكي نتيجة للدعاية الخاطئة أنه يدخل الأموال للخزانة الأمريكية، ولكن هذه الأموال ليست قادمة من الصين، هذه الأموال قادمة من جيوب المستهلك الأمريكي، وهذا مخالف لما يدعو إليه الرئيس الأمريكي من أن هذا الحرب لمصلحة المواطن الأمريكي. ولكن هذه الحرب ليست الحرب التجارية ليست لمصلحة أحد سوى لمصلحة الرئيس الأمريكي شخصيا، أما المواطن الأمريكي فلا يستفيد من هذه الحرب التجارية. نعم، أتمنى أن إدارة ترامب سوف تعود إلى طاولة المفاوضات أو الحوار في أسرع وقت ممكن. نعم. وسلطان، قال خبراء إن الاقتصاد الصيني يتجه إلى التحسن والارتقاء مع تعمق الإصلاح الهيكلي على جانب العرض. فإلى أي مرحلة وصل هذا الإصلاح وما نتائجه حتى الآن؟ طبعا يعني بعد مؤتمر 18 للحزب الشيوعي الصيني قد بذلت حكومتنا جهودا دؤوبة لتعميق الإصلاح لتحويل الهيكلي من جانب العرض، ويمكن أن أقول أنها قد حققت إنجازات في هذا الصدد. ويعني نحن نعرف أن تعميق الإصلاح في تحويل الهيكلي لجانب العرض في الحقيقة منطلقة من عدة جوانب. الجانب الأول هو تخفيض قدرة الإنتاجية لبعض المنتجات بغير الجودة بعدم يعني بدون الجودة المطلوبة. مثلا كما ذكر أستاذ هشام قبل الآن، يعني في السنة الثلاث سنوات الماضية قد خفضت قدرة الإنتاج لفولاذ بدون جودة المطلوبة، يعني بكمية تقدر ب 150 مليون طن. وأيضا تم تخفيض للفحم بحجم يقدر ب 810 ملايين طن. وأيضا حيث يكون الصناعة الصينية في هذه المجالة تشتغل في على مستوى نسبة على مستوى 76.5% على هذا المستوى، حيث يكون مستوى المناسب لمشي هذه الصناعة. وفي نفس الوقت بأن الصين بذلت جهود في تخفيض خطر المالي أو في تغطية فقاقية المالية، إذن وبدأ تعامل تلك الحسابات اليائسة، ومنها مثلا تحويل ديون إلى الأسهم من خلال السوق. إذن وحجم هذا التحويل يقدر بأكثر من 600 مليار يوان. وبعد ذلك يعني تخفيض يعني الجانب للتخفيض مخزون لمنتجات العقارات، يعني إذا في السنة الماضية كان حجم مساحة للعقارات التي تنتظر عملية البيع تقدر بأكثر من 5 تريليونات متر مربع. وطبعا هذه ليست كمية صغيرة، لكنها في الحقيقة انخفضت بنسبة 27.1% بالمقارنة مع السنة 2015، حيث هذا التخفيض يمكن أن يوفر آفاق جديد لتطور العقارات في يعني التطور لسوق العقارات في المستقبل. نعم أستاذ، الوقت يداهمنا لننهي هذه الحلقة بسؤال مع
أستاذ هشام. أستاذ يعني قال رئيس الصين شي جين بين إن الاقتصاد الصيني يشبه بحرا ليس بركة، والعاصفة قد تكون قادرة على تدمير البركة ولكنها عاجزة عن تدمير يعني البحر. ما فهمكم لهذا الكلام، هذه المقولة؟ نعم، الاقتصاد الصيني اقتصاد قوي واقتصاد مرن يستطيع أن يمتص الصدمات، وهذه المرونة نتيجة من أشياء عديدة، منها السياسة الاقتصادية الصينية سياسة مستقرة وسياسة ثابتة وتدعو دائما إلى التقدم للأمام وليس إلى الخلف، وكما أن الاقتصاد الكلي ينعم بهذه السياسة أيضا الاقتصاد الجزئي ينعم بسياسة التطوير الشامل والدائم ومواكبة التطورات وعدم انتظار المشاكل. فنجد أن الحكومات المحلية تبادر بمتابعة الأعمال في المناطق الخاصة بها وتسديد العواقب أولا بأول، ونجد ذلك واضحا في سياسة القروض. فالقروض سياسة القروض سياسة مرنة وليس سياسة ثابتة، وتختلف من مؤسسة إلى مؤسسة حسب ظروفها وحسب طبيعة التحديات التي تواجهها. وكما نجد أن الصين الآن تتحول من مصنع العالم إلى سوق العالم، فنجد المستثمر الأجنبي الآن ثقته في الاقتصاد الصيني زادت. ونكفي أن نعلم أن العمل السابق 60,533 شركة أجنبية قامت بفتح شركات لها في الصين، وهذا في عام 2018 بزيادة 96% في ظل حرب تجارية، 96% 96% زيادة في عدد الشركات الأجنبية التي فتحت. هذا ثقة كبيرة في ظل التطورات تشهدها هذه الحرب التجارية، يتجه المستثمر الأجنبي إلى السوق الصيني، والسوق الصيني منفتحة. نعم، السوق الصيني منفتح وينفتح أكثر، فنجد قطاعات كانت مغلقة في السابق يستطيع السوق الصيني الآن ينفتح. القطاع المالي الآن ينفتح بصورة أكبر، والملكية الشركات أصبحت مفتوحة، الشركات تستطيع أن تتملك الشركة بنسبة 100% استثمار أجنبي، وهذا الاتجاه ساعد على نمو الصين أيضا. كما أن الطلب في الأسواق الناشئة طلب كبير، وهذا الطلب في الأسواق الناشئة ساعد أيضا العلاقات مع الصين القوية مع الأسواق الناشئة. هذا الطلب يعطي زخم للسوق الصيني، زخم كبير وغير منقطع، لأن السوق الناشئة النمو سريع ومتصل، وهذا يعطي قوة أيضا للاقتصاد الصيني. كما أن الاقتصاد الصيني الآن يعتمد على خدمات، حيث تمثل نسبة الخدمات في نسبة النمو 56% من معدل النمو يتحقق من الخدمات، وهذا نسبة كبيرة. ونحن كلنا ثقة أن الاقتصاد الصيني سوف يمر بهذه العقبات أو التطورات العالمية من الحرب التجارية والتباطؤ النمو وعدم وضوح الرؤية للكثيرين بسلام، لأن مرونة السوق الصيني مرونة كبيرة، والثقة في السياسات الصينية المستقرة والخطط التي وتضعها الصين جعلت المستثمرين لا يرهبون من أي تهديد. نعم، أتمنى أن الاقتصاد الصيني سوف يحافظ على نمو مستقر ويحقق تقدما مستمرا في الأشهر المتبقية لهذا العام. نعم. ونشكر سيد هشام أبو بكر وسيد تن هون، شكرا جزيلا على حضوركما. شكرا لكم. ومشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة.